مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من اونلاين. وحشتوني جدا جدا جدا، اجازه اسبوعين ما كنتش معاكم فيها في اونلاين، بس رجعنا النهارده باول حلقات اونلاين وانا بكون معاكم مره تانية. قبل ما ابتدي اي حاجه عايز اشكر كل زملائي اللي كانوا موجودين مكاني هنا في اونلاين، ده انا مدحت لما جبريل ايمان الحويزي، كنتوا في بيتكم نورتوا بيتكم ومكانكم دايما، وحشتوني جدا جدا جدا، مبسوط ان انا رجعت مره تانية. حاسس الاجازه الاسبوعين دول عدوا كانهم سنتين، رجعت تاني لمكاني وبيتي ومطرحي في اكسترا نيوز وبرنامجي وبرنامجكم اونلاين، وعلى وعد ان احنا دايما نكون معاكم بكل جديد وكل المواضيع اللي انتوا بتحبوا تتكلموا عنها على السوشيال ميديا. خلينا نبتدي الحلقه بسرعه عشان عندنا مواضيع كتيره جدا وانا مشتاق ان انا اتكلم معاكم. هنتابع مع بعض كل جديد في عالم السوشيال ميديا، والبدايه من صفحه فيسبوك الخاصه بمنتدى شباب العالم اللي اعلنت عن فتح باب التسجيل والمشاركه في النسخه الثالثه من منتدى شباب العالم السنة دي اللي هيعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 ل 17 ديسمبر 2019. الشباب من جميع أنحاء العالم ليهم الفرصة أن هم يقوموا بالتسجيل لحضور النسخة الثالثة من المنتدى والمشاركة في جميع فعالياته من تاريخ الإعلان وحتى يوم إغلاق باب التسجيل يوم 10 نوفمبر 2019. كان في إعلان رسمي على كل البلاتفورمز الخاصة بمنتدى شباب العالم في دورته الثالثة. خلينا نشوف الإعلان والفيديو اللي كان موجود ونرجع نكمل معاكم الخبر الثاني في حلقة النهاردة. سهل جدا التسجيل في منتدى شباب العالم، وبيتهيألي ناس كتيره جت من مصر ومن بره مصر في الدورتين اللي فاتوا، سواء كانت الدوره اللي فاتت سنه 2018 نوفمبر 2018 او نوفمبر 2017. دعوه لكل شباب العالم للتواصل على ارض مصر في سيناء شرم الشيخ ديسمبر 2019 والدوره الثالثه من منتدى شباب العالم. مش بعيد قوي عن شرم الشيخ ومش بعيد عن قلوبنا كمان، هنتجه شرقا شويه الى فلسطين الحبيبه. الأسبوع اللي فات تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اسم بنت فلسطينية اسمها إسراء غريب، كانت توب تريندنج لفترة طويلة جدا على السوشيال ميديا. إسراء غريب اللي كان معروفة أنها ميك اب ارتست أو خبيرة في أمور المكياج والميك اب الخاص بالسيدات. إسراء غريب يقال أنها تعرضت للضرب حتى الموت، ضرب أفضى إلى الموت على إيد أبوها وإخواتها، واللي انتشر موقع صوتي وهم بيضربوها ضرب شديد جدا في المستشفى، ويقال إن هذا
الفيديو صور في المستشفى وهي محجوزة في العناية المركزة، ما كانش واضح شكلها أو وشها أو مين اللي بيقوم بالضرب أو مين اللي بيتعرض بالضرب، لكن الصراخ كان عالي جدا واستغاثة من إسراء كما قيل إن الفيديو ده منسوب ليها، تستغيث بشكل هستيري جدا. الفيديو كان واضح جدا في استغاثتها وصوتها المرتفع في الصراخ. إحنا يعني أثرنا إن إحنا ما نعرضش لحضراتكم الفيديو ده نظرا لصعوبة صوت الصويت أو الصراخ والاستنجاد بمن حولها، وللأسف محدش نجدها. تفاصيل قصة إسراء غريب اللي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي هي بكل بساطة إن إسراء بنت فلسطينية من منطقة بيت صحور بالقرب من بيت لحم بفلسطين المحتلة، بنت عندها 21 سنة اتخطبت لشاب، شاب شافته أعجب بيها حبها اتقدم لها، وفي أحد الأيام خرجت معاه بصحبة أخته، يعني إسراء والشاب وأخت الشاب، وعملت ستوري، نشرت فيديو قصير ليها معاه على الأكاونت بتاعها على إنستغرام، واللي أخدته كما تقول القصة والعهدة على الراوي بنت عمها ريهام الغريب، وبعتته لإخواتها والأبوها، ويقال إنها قالت لهم فيما معناه إن أختكم بتلوث شرف العيلة. هنا طبعاً انفعلت أسرة إسراء وقرروا يأدبوها بطريقتهم الخاصة، انهالوا بالضرب عليها، ولما رجعت البيت ابتدوا يتناقشوا معاها بالضرب مش نقاش حضاري باللسان، اتسبب في دخولها المستشفى. خلونا نسمع بعض التسجيلات اللي انتسبت أو تم نسبها إلى المرحومة إسراء، وهي بعتها البنت عمها بتعاتبها على تصرفها وإن والدها كان عارف، وكمان رد بنت عمها ريهام عليها. نسمع المقاطع دي مع بعض ونرجع مرة تانية. مستحيل أطلع معه لحالنا، مستحيل أطلع معه لحالنا. أنا بحبك وبوثق فيك، بس ريهام وأنا كلبي أبيض عشانك، ريهام وأنا بحبك وبوثق فيك، بس مش تزودي في الحكي زيادة، يا عيب الشوم يا ريهام، يا عيب الشوم بتحكي عني إني مشلفة وبتحكي عني إني بدي بشلف، لما بدي أنا أشلف بشلف، فاستحيش بشلف، بس أنا بنت محترمة ومؤدبة وبعرف أبوي مربيني صح، بعملش إشي من وراء أبوي، أنا بعملش إشي من وراء أبوي، أبوي بيعرف كل شيء وبعرف كل شيء، وأمي بتعرف إن هم اللي وصلوني، أمي هيها قدامي وبتعرف، صح يما؟ آه هيا بتقول آه، احكي آه آه، بتعرف إنه هو وأخته هم كمان اللي وصلوني. أنتِ ما شاء الله في وقت يعني، ولا مين وصلهم؟ والله سألي حالك بنت عمي من الضايفة اللي واثقة فيهم، اسألي حالك، هذا شو بيرجع لك؟ ومن على أنا هلا بدي يحذفيني من أنتِ، احذفيني هلا طلعيني من السناب يا حبيبتي وريحي راسك، إن شاء الله. تكناش حد الله بلبس هيك لبس، ولا بتمكج ان هيك مكياج، ولا بطلع ان هيك في لبس، ولا بتصرف ان هيك تصرف، ولا اهاليهم. اوكي اختصر اختصر، بدل ما احكي لك سلمى على بنت عمك ولا اشي، احكي حبيبتي احكي لابوك يختصر، خليه يختصرنا ويختصر اخوي الكبير ما سلمش عليه في عزا ابن عمه، وعلى الكلي لا اتقوا الله يوما ترجعونا فيه، كلنا منا نموت كلنا منا نموت. ولا سكت لك يعني عشان تعطيهم مصاري لإيهاب وبهاء ولا أبوه، سكتيتهم في المصاري خلاص. طبعا من الواضح أن هذه التسجيلات الصوتية من محادثة ما بين البنت وبنت عمها ريهام وإسراء على التطبيق واتساب، ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقال أن البنت بعد ما اتضربت دخلت المستشفى وخرجت مرة أخرى، ثم عادت إلى المستشفى مرة أخرى جثة هامدة بإصابة في كسر في العمود الفقري. يمكن اللي قلب الموازين وخلى الموضوع غامض أكتر الفيديو اللي نشره زوج أخت المرحومة إسراء وهو محمد صافي على الفيسبوك، واتكلم فيه عن الفيديو اللي انتشر على إنستغرام واللي قيل إنه سبب كل حاجة واجهتها إسراء، واتكلم كمان عن صوت إسراء في المستشفى. خلينا نشوف الفيديو مع بعض ونرجع مرة تانية. نشرت على انستغرام انه انا وخطيبي انا ومحمد هينا جايين من الصالون. قصة الفيديو انه اخته لمحمد علقم كانت في الصالون، وكانت اسراء موجودة في الصالون نفسه، على اساس انه كانوا بدهم يجوا النسوان على بيت عمي اللي هو بيت المرحومة، على اساس الاجراءات اللي من ضمن العادات والتقاليد. البنت طلعت بالسيارة بموافقة والدها، اتصلت على والدها حكت له اخت محمد معاي، واجا محمد يخذها في مجال يوصلني على البيت،
طبعا وافق وحكى لها مدام اخته معاوصليها على البيت لانه في شيء شبه رسمي بده يصير بينهم. فهذا الموضوع يا جماعه الخير يعني بما انها طلعت بالاصل بموافقه ابوها يعني لا ابوها راح يذبحها ولا راح يسلخها ولا تسجيلات الصوت هذه كلياتها اللي وردت في منها حقيقه. وعشان هيك برجع باكد كمان مره برجو انه الهجمه تخف واللي بدي يعرف الحقيقه، الحقيقه عند الاجهزه الامنيه واضحه، عند النيابه العامه واضحه، تصريحاتهم بنعرف ليش ما صدرت كمان مره، لانه تقرير الطب الشرعي بناء على طلبنا، بدنا نعرف سبب الجلطه الواضح، ايش هو سبب الجلطه وهذا طلب منا احنا مش طلب، وهذا الفحص ما بينعمل هنا بينعمل في الاردن، الفحوصات موجوده في الاردن، تبلغنا انه راح تيجي يوم الخميس يعني حيكون في تصريحات ليوم الخميس. الصوت كمان مرة برجع بحكي هذا صوت إسراء وبأكد إنه الصوت اللي طلع من المستشفى هو صوت إسراء. فبعد ما نقلناها من الجمعية العربية دخلناها مستشفى الحسين. مستشفى الحسين بإدارة غادة دخلت قسم النساء. معنى كلمة قسم النساء يعني ممنوع مرافقي الرجال يكون مع المريضة لسبب إنه جنبها بده يكون كمان في مريضة ومرافقتها بنت، ما بنفع إنه يكون زلمة مرافق لا مريضة في قسم النساء. وهذه سياسة المستشفى. ما بصير نتهجم على المستشفى وهذه هي الحقيقة. فعلا دخلنا أسراء على المستشفى، أسراء عملت الفحوصات الأولية، اطلعوا الأطباء على الصورة الطبقية، عملوا الاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وأعطوا أسراء مسكن للألم. مسكن للألم من كثر ما كانت أسراء تصرخ، بنعرف إنه أسراء كانت تصرخ، أسراء كانت تصرخ يعني في المستشفى. أعطوها مسكن للألم، نيمنا أسراء، غادرنا المستشفى الساعة 2:30 في الليل. احنا اخوتها وكل اهلها. بعد ما نامت اسراء تركنا امها مرافقه عندها، اسراء نايمه على التخت، اللي بيعرف تفوت المستشفى بيكون لها حديد من هون وحديد من هون، وامها نايمه على الارض. نتفاجئ انه بنفس اليوم اسراء بترن تلفون على تلفوني الشخصي، طبعا هذا كلياته بالادله والبراهين حوضحها في اخر الفيديو، بتطلب مني انهم قتلوا امي تعالوا بسرعه على المستشفى. أنا توجهت من بيت صحور لمستشفى الحسين، بمستشفى الحسين وجدت حالة غريبة جدا موجودة هناك، ومن هنا صدر تسجيل الفيديو، يعني احنا بنعرف انه ايمتى صدر تسجيل الفيديو ومين اللي أصدر تسجيل الفيديو وليش صدر تسجيل الفيديو. في البداية في الفيديو بدي أعلق على الأسئلة اللي بتنسأل، ليش بتنادي على الشرطة؟ طب هي نادت يا شرطة يا شرطة أعطيني إياها يا نسرين، بعدين نادت يا شرطة يا شرطة. طبعا نسرين الاسم مش حقيقي يا جماعة الخير لسبب الحالة اللي كانت موجودة فيها إسراء. شو هي الحالة كمان مرة بأكد، لا هي جنون ولا هي اضطراب عقلي ولا هي حالة نفسية. توجهنا على المستشفى، في المستشفى وجدنا حالة من الهستيريا موجودة عند إسراء. شو سبب الحالة هاي حنوضحها فيما بعد. إسراء بتتهجم وبتضرب أي إنسان بدخل عليها. لقينا المستشفى كلياته مستنفر، لقينا الشرطة موجودة والأمن المستشفى الخاص موجود بكافة الطاقم الطبي كاملا كان موجود بالمستشفى. أول ما دخلنا على إسراء دخلت عليها وبلشت أحكي أنا مع إسراء، ما حدا بيقدر يقرب إسراء إلا بعد ما تقبل إنها يقبل إنه يقرب عليها، لأنه إسراء بتضرب، تضرب إسراء إسراء بتضرب، مكسور ظهرها وبتضرب بتضرب، مكسور ظهرها وبتمشي بتمشي، عندكم فيديوهات إنها بتمشي، عندنا فيديوهات إنها مشت في المستشفى يعني. معقولة مكسور ظهرها ومشت في المستشفى؟ مكسور ظهرها ومشت في المستشفى. بعد ما هدينا الحالة قرر المستشفى إخلاء غرفة إسراء. إخلاء غرفة إسراء من المريضة الموجودة جنبها لسبب حالة إسراء، لأنه إسراء ممكن إنها تضرب، ممكن إنها تأذي. أخلوا المستشفى الغرفة الموجودة فيها إسراء وهي كانت آخر غرفة في المستشفى، طلبوا منا التواجد عائلتها كاملا عند إسراء. وفتحوا لنا باب الزيارة 24 ساعة مرافقين عند إسراء، بقينا أربع زلام مش واحد ولا اثنين، ويا دوب كنا قادرين أن نضبط الوضع. وإحنا حنوضح شو الحالة اللي كانت موجودة عند إسراء. فإسراء لا وقعت ولا تعذبت ولا في عندها كسر بالجمجمة ولا في عندها الأمور هذه كلياتها. دفاعنا حيكون في نشر خصوصيتها، عشان هيك إحنا بننتظر قاعدين الوقت المناسب بعد ما ننشر الأدلة حنوضح بالضبط شو حالة إسراء بدون ما حدا يصل الأدلة. كيف يعني بدون ما حدا يصل الأدلة؟ يعني بالبث المباشر بفتح لك صورة إسراء فيديو وهي بتصور في حالها قبل لا تقع، وهي ماسكة وبتصور سيلفي وقبل ما تقع، وبعد ما وقعت بتصور حالها سيلفي، وشو بتحكي إسراء بنوضح لكم إياه الحكي هذا كله. وما حدا ضرب إسراء،
في حياتها ما ضربناها، في مماتها مش حنقصر معها. فيديو طويل شوية، مدته أكتر من 4 دقايق، بس كان لازم نتفرج عليه سوا عشان نعرف اللي حصل، لأن في كلام كتير جدا اتقال عن إصابتها بكسر في الجمجمة وإصابتها بكسر في العمود الفقري. الكلام اللي بيقوله زوج أختها إنها أصيبت بكسر في العمود الفقري بس كانت بتتحرك في المستشفى وبتضرب أي حد اللي بيصاب بكسر في العمود الفقري ما بيتحركش من مكانه، خصوصا إن في فيديو منسوب لنفس الشاب طلع اتكلم فيه في إحدى المحطات الفضائية، اتكلم وقال إن هو كان شاكك إن إسراء عليها عفريت أو راكبها جن، فعشان كده كانت بتشيل الناس وبتضربهم. بعدها رجع في هذا الفيديو قال الكلام اللي حضرتكم سمعتوه، عشان كده في نص الفيديو لو كان حضرتكم سمعتوا بتركيز شوية قال لا هي ما هياش مجنونة ولا في أي شيء من الموضوع ولا فيها مس شيطاني ولا أي شيء، لأنه رجع في كلامه مرة تانية، وده اللي خلى الدنيا متلخبطة. هي إيه الحالة الطبية اللي حصلت لإسراء؟ دخلت وخرجت المستشفى كان بتتعامل إزاي؟ بتستغيث؟ هل أصيبت بكسر في الجمجمة؟ هل أصيبت بكسر في العمود الفقري؟ ليه خرجت ورجعت مرة تانية جثة هامدة؟ الحالة الطبية دي اتكلم عنها الطبيب اللي استقبل إسراء في المستشفى الدكتور مأمون باسيلي، كتب وقال نصاً على البيج الخاصة بيه على الفيسبوك، قال إسراء غريب من مريضة في المستشفى إلى قضية رأي عام ليست فقط في فلسطين الحبيبة ولكن في مختلف بقاع العالم، حيث كنت الطبيب المناوب في قسم الباطنة، وعند الساعة 10 من مساء يوم عرفة طلب مني أن أغطي قسم الجراحة لخروج مقيم الجراحة في حالة مستعجلة إلى مشفى آخر نظراً لما تعاني منه مستشفياتنا من نقص في الكادر الطبي، ودي أزمة طبعاً بكل تأكيد موجودة في أراضي فلسطين في عموم فلسطين. وبعد ساعة تم إدخال المريضة إلى قسم الجراحة من قسم الطوارئ، وقام التمريض بمناداتي لفحص المريضة. توجهت للمريضة وكان معها ما يقارب 6 مرافقين من بينهم والدتها، وكان جميعهم يبدو عليهم الخوف على مريضتهم. قمت بفحص المريضة وسألتها ماذا حدث معك؟ قالت لقد سقطت من مكان مرتفع. قمت بفحصها والتأكد من علاماتها الحيوية، وبعد ذلك نظرت إلى صورها وفحوصاتها، حيث كانت المريضة قبل وصولها إلينا قد ذهبت إلى مستشفى آخر وخرجت منه على مسؤوليتها الشخصية. نظرت إلى التقارير فتبين وجود كسر في الفقرة القطنية الأولى والثانية، يعني بمعنى أصح في ظهرها هنا في الحتة دي، ووجود جرح في الرأس تم التعامل معه من قبل المستشفى الآخر. بعد ذلك تواصلت مع أخصائي العظام لأبلغه عن الحالة وعن الكسر ولأستشيره عن الحالة وماذا يريد أن أكتب لها من العلاجات اللازمة. طلبت مني المريضة إعطائها مسكن من شدة الألم فقمت بإعطائها. لم يخطر في بالي في تلك اللحظات أن المريضة من الممكن أن تكون تعرضت للضرب من قبل آخرين أو ما شابه، فقد كانت الأمور طبيعية. بعد ذلك دخلت لأتفقد مريضة بجانبها فوجدتها نائمة وبجانبها والدتها. سألتها كيف أصبحت مريضتها فأشارت والدموع بعينيها إلى فمها لأخفض صوتي، حيث كانت حريصة ألا أزعج بنتها وتستيقظ مرة أخرى من الألم. وبعد ذلك ذهبت لمتابعة المرضى في الأقسام الأخرى، ويوم الوقفة يتميز في المستشفيات بكثرة المصائب. وبعد ذلك لم أعود المريضة، فمقيم الجراحة سيتابع معها بعد أن يعود وسينادوني التمريض إذا احتاجت المريضة لأي شيء، وإن شاء الله قبل أسبوع أن أكون على دوام الطوارئ وتأتي مريضة متوفاة مع أهلها ملفوفة في شرشف وأدخلت غرفة صغيرة بالطوارئ، ولم أتوقع أن المتوفاة صغيرة في العمر. عندما كشفت عن وجهها تفاجأت بأنها جثة شابة. سألت أهلها ما الذي حدث معها فقالوا لي لم يوجد عندها كسر بالعمود الفقري منذ 3 أسابيع وهي مقعدة على السرير، واليوم ماتت منذ ساعة. ومن خلال النقاش توصلت إلى أن المريضة لا تأخذ الدم، وهناك الكثير من المرضى من يموتون بجلطات رئوية حادة بسبب عدم أخذ المميع أو المسيل للدماء عشان ما يحصل لهاش جلطة، وتوقعت أن هذا سبب الوفاة.
طلبت من الأهل تسجيل المتوفى، وبعد التسجيل اكتشفت أنها نفس المريضة التي أدخلتها يوم وقفة عرفة إسراء غريب. في هذه الحالات عندما يأتينا متوفى من خارج المستشفى نطلب الطلب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وخصوصا إذا كان المتوفى صغيرا في العمر. طلبت من الشرطة طلب الطبيب الشرعي، وهنا انتهى تعاملي مع الحالة. بعد ذلك بدأت القصة بالظهور العامة وعلى الفيسبوك وبدأت التحاليل. صراحة لم أشك للحظة واحدة أن المريضة كانت قد تعرضت للتعذيب، فالدموع التي رأيتها في أعين والدتها وأن المريضة أكدت لي بأنها تعرضت للسقوط كانت كفيلة لنزع أي شك بداخلي. بالنهاية هناك تحقيق وهناك قضاء، وستظهر الحقيقة قريبا. إلى أن تظهر الحقيقة، بالله عليكم كفوا ألسنتكم ووقف توزيع الاتهامات، ده اللي بيطلبه الدكتور. طبعا الموضوع لقى صدى كبير على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، وكان في حالة غضب من رد فعل أسرة إسراء. فنشرت الدكتورة حنان عشراوي المتحدثة رسمية باسم السلطة الفلسطينية على تويتر صور من احتجاجات لمتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء بفلسطين، وكتبت بالإنجليزية: متظاهرون أمام مكتب رئاسة الوزراء برام الله يطالبون بتطبيق العدالة من أجل إسراء غريب. جرائم الشرف هي عمليات قتل عمد مخزية. حنان عشراوي من السياسة الفلسطينيين المعروفين منذ فترة طويلة، وتويت على الأكاونت الفيريفايد بتاعها على تويتر. كمان أكاونت باسم مجد على تويتر نشر مقطع فيديو بيعرض جزء من التظاهرات اللي هتفت باسم إسراء غريب. خلينا نشوف جزء من هذه التظاهرات ونرجع مرة تانية. الموضوع ما وقفش هنا، الموضوع لسه مستمر. تداول نشطاء كمان تويتر مقاطع أو مقطع فيديو لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه بذات نفسه بيتناول موضوع إسراء غريب وبيتكلم عنه. خلينا نشوف رئيس وزراء فلسطين قال إيه. وقد أخيرا الأمر المتعلق بقضية المتوفى إسراء غريب، التحقيق في هذه القضية لا زال مستمر، وقد تم اعتقال عدد من الأشخاص للتحقيق معهم، ونحن بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية، وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق حال استكماله إن شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. حينما يخرج رئيس وزراء دولة عشان قضية قتل، فنتأكد إن القضية قضية رأي عام وقضية هامة. لما رئيس الوزراء يطلع يقول إن في عدد من الناس قبض عليهم وهم قيد التحقيق حتى الوصول لمن المتسبب أو من قتلها بالأحرى، نعرف إن الموضوع مهم، لأن كلام اتقال إن عدد الأشخاص اللي تم القبض عليهم منهم والد إسراء وعدد من إخواتها اللي في اتهامات ليهم بإن هم اللي قاموا بضربها بعد الكلام اللي وصل لهم من بنت عمها. السوشيال ميديا في العالم كله اتقلبت. أكاونت باسم فاكستام بيقول: أمها وأبوها وين؟ بقية إخوانها وين؟ ليش ريل أختها، يعني راجل أختها أو جوز أختها، مخليينه الناطق الرسمي باسمهم؟ وين زوجته اللي هي أختها؟ ليش ما طلعت واتكلمت؟ الأسامي اللي ذكرها ريل أختها أو جوز أختها من شيوخ دين ودكاترة وممرضات، ليش ما تم اللقاء معهم؟ وتأكد من كلامه إذا فعلا كان صادق ولا للأسف اللقاء كان جدا ناقص وغير كامل. هاشتاج إسراء غريب. كمان أكاونت باسم دكتورة مجدل قالت: متخيلين أنه قاتلك كان المفروض هو يكون سندك، ظهرك، الشيء الوحيد اللي بتتكئين عليه، هم نفسهم اللي أخذوا روحها وعذبوها، يا ليتها جاءت من الغريب، لكن تجي من أكثر الأشخاص اللي كانت تحتمي فيهم، تشوفهم أمانها. أمانة كيف ممكن يناموا الليل بعد اللي سووه فيها؟ إسراء غريب. نشر أكاونت تاني باسم ندى على تويتر فيديو بيستعرض وبيستنكر فكرة العنف ضد المرأة، مصحوبة بأغنية للقيصر كاظم الساهر، وكتب جزء من الأغنية: يكرهون الحب يكرهون الحياة،
يكرهون الورد، يكرهون النساء، يكرهون النور، يكرهون السلام. نشوف الفيديو. يكرهون الحب، يكرهون الحياة، يكرهون الورد، يكرهون النساء، يكرهون النور، يكرهون السلام، يكرهون الحب، يكرهون الحياة، يكرهون الورد، يكرهون النساء، يكرهون النور، يكرهون السلام. كتب كمان أكاونت تاني باسم سارة الركحي بيقول: لازلت لا أستوعب كيف يتوحش الشخص هكذا فوراً، تنقطع أسرة الأسرة وتجف محبة القربة وتتلاشى عشرة العمر الذي يعرفه، فيتجرأ على إزهاق روح أقرب الناس إليه لأجل إثبات شيء للآخرين، كيف ينقلب على كل شيء من أجل لا شيء. نشر كمان أكاونت تاني بعض من كلام إسراء غريب على الفيسبوك قبل وفاتها، بعض من كلام إسراء غريب بالفيسبوك بعد وفاتها: الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته. شاقة هي المهمة عندما يولد الإنسان امرأة. دي كانت كلمات إسراء غريب. المجتمع الذكور الذي تشتكين منه لا يصنعه الذكور وحدهم. دي كلمات إسراء غريب 22 أغسطس 2016. 9 أغسطس 2016: أشفقوا بحق على من يبني رجولته المغشوشة على ركام الإناث. إسراء غريب. كلام كتير جدا انتشر من على الأكاونتات بتاعت إسراء. ناس اشتكت كتير. إسراء أيضا: ليكن هدفك في هذه الحياة أن تغادرها بسلام، والجميع يدعو لك لا عليك. إسراء غريب أيضا. وزي ما قلنا أول تويتة وهي الأبرز على السوشيال ميديا: شاقة هي المهمة عندما يولد الإنسان امرأة. مايا أنجلو على لسان إسراء غريب 30 ديسمبر 2016. موضوع بقى ليه أبعاد تانية: العنف ضد المرأة والتعامل في مجتمعاتنا الشرقية مع المرأة، وقضية جرائم الشرف، من المسؤول عنها؟ هل الأسرة وهل الأهل هم لهم الحق في أن يفعلوا ما فعلوه إن كانوا فعلوه مع إسراء؟ في الوقت اللي كان فيه كل التعاطف ده مع قضية إسراء غريب، برضو كان فيه رأي آخر على السوشيال ميديا، زي اللي نشروا أكاونت باسم بدرية على تويتر. كتب يقول: مع تعاطفي الكبير جدا مع المغدورة إسراء غريب، لكن لا يعني ذلك أن يستخدم البعض قصتها لإزالة أحقية ولي الأمر في صون عرضه، أو لا يستخدمها البعض في تحقير الإسلام واستخفافه، أو في أغراض نسوية بحتة، أو حتى لزيادة عدد المتابعين. هي قضية إنسانية يا عالم. هاشتاج كلنا إسراء الغريب. سيطر هاشتاج كلنا إسراء غريب كمان على تغريدات المشاهير، فغردت الفنانة نانسي عجرم وقالت: الشرف مش بالقتل، الشرف مش بالضرب والتعذيب والتعنيف، كلنا إسراء غريب، واليوم وبأعلى صوت العدالة لازم تتحقق، والقاتل لازم يتعاقب ويتحاسب، هو وحده المجرم مش البنت اللي حبت وراحت تشوف خطيبها. نانسي عجرم. كمان نشرت الفنانة الكويتية شمسة على الأكاونت الرسمي بتاعها على تويتر تقول: هاشتاج إسراء غريب، كل اللي أعطى تبرير لقتلها من النساء كلهم بنت عم إسراء بغيرتها وحقدها على الأنثى الأخرى، وكل من أعطى مبرر لقتلها من الذكور هو أخوها بس من بلد تاني وباسم آخر، تعددت الأسباب والحقد والجهل واحد. نشرت الممثلة السورية نسرين طافش تغريدة بتقول: القاتل والمحرض والمتستر على الجريمة، جريمة لا شرف، كلهم شركاء في ذات الجريمة بذات القدر، ووجبت محاسبتهم قانونيا. نشرت كمان الفنانة بلقيس على الأكاونت تاعها على تويتر تغريدة أثارت حالة غضب كبيرة لدى متابعيها، وقالت فيها: أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لم تكتشف أن أختك خرجت سرا مع رجل غريب وتؤدبها بالبيت، تفهمها أنه خطأ وليس من عاداتنا، وتستتر
عليها أفضل من أنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات، وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة الله أعلم بها. دي بلقيس، وبعد حالة الغضب اللي حصلت بعد نشر بلقيس للتويتة دي مسحتها، عملت لها ديليت، ونشرت تويتة تانية قالت فيها: فهمتم تغريداتي خطأ ولذلك أثرت مسحها لأني كنت متأكدة أنها ستفهم خطأ. يا جماعة اهدوا شوي، أنا أساساً ما كملت كتابة التغريدات، كانت سلسلة ولم أكملها. ما فعلوه أهلها بها هو ضرب من التخلف والخطأ وجريمة وحشية بشعة، وياكم طلبنا القوانين بإنهاء إغلاق ملفات جرائم الشرف وتوجب محاسبة القتلة. رجوع بلقيس في كلامها اللي فهم على أساس آخر يؤكد قد إيه في حالة غضب وسخط على السوشيال ميديا بسبب موضوع إسراء. تبعت بعدها بلقيس في تويتة تانية وقالت: أعتذر إن فهمتم كلامي بشكل آخر وكان التأويل المرغوب في التغريدات السابقة، ودمتم بود، رحمها الله وأسكنها جنانه الواسعة وجعلها حورية من حوريات الجنة، ذهبت لرحمن الرحيم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمها وتجنى عليها. لأثار جدل فعلا هو تويتة النجمة اللبنانية إليسا، واللي كتبت: ما في شيء يبرر القتل، ماشي أبدا أبدا أبدا، والشرف منه معلق بالبنت وحياتها الخاصة، خلصنا رجعية. بس الأسوأ من القاتل هو اللي بيبرر، ولو بيقتله كنت ربيها عجنب بدل ما تبهدل العيلة بالسمعة. القاتل هو السمعة السيئة مش البنت اللي بتحب. السبب في الجدل هو إن الكل فهم إن تغريدتها رد غير مباشر على تويتة الفنانة بلقيس اللي مسحتها ورجعت تداركت الأمر وحطت تويتة تانية. دي إسراء غريب، وده اللي حصل، وبنت في سن الورد اتقتلت تحت مسمى جريمة الشرف. من المسؤول؟ الأمر في يد القضاء. أرجوكوا تواصلوا معنا وقولوا لنا مين السبب في جرائم الشرف، وكيف تتعامل الأسرة إذا كان هناك شيء يرونه هم قد يخدش حياء أو شرف أو ما يسمى بشرف الأسرة، لأن بنت خرجت مع خطيبها أو حبيبها. ما هو الشرف وما هي جريمة الشرف؟ هذا ما سيبقى دائما للأسف في الشرق الأوسط وفي وطننا العربي. الله يرحمك يا إسراء. فصل ونعود مرة أخرى، استنونا ولسه مكملين معاكم أونلاين. ولسه مكملين معاكم أونلاين، وأهلا بيكم في الجزء الثاني من الحلقة الأولى بعد الأجازة. أهلا بيكم مرة تانية. الجزء ده مخصص لأيضاً موضوع من الموضوعات المطروحة في وطننا العربي. كنا في فلسطين في الشرق، هنروح إلى الغرب وأقصى الغرب والمملكة المغربية. انتشر مقطع فيديو على السوشيال ميديا لسائحة إنجليزية في سوق لبيع الفراخ أو الدجاج زي ما بيتقال في المغرب، في طنجة بالمغرب، وهي في حالة هستيرية جداً جداً معترضة على بيع الفراخ صحية في صندوق أو في علبة أو في قفص وهم محبوسين بعدد كبير فيه. كلام اتقال بعد كده إنها كانت نباتية، وكلام اتقال إن هذه السائحة لم تكن في وعيها. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نشوف إيه اللي حصل على السوشيال ميديا. جابها فلوس، خلصت باشا.
صريخ هستيري خلى الناس كلها على السوشيال ميديا تستهجن اللي حصل، سواء كان من المملكة المغربية أو من العرب أو حتى من إنجلترا بلدها. ناس كتيرة استغربت اللي حصل ده وزعقها، وده اللي خلى ناس كتيرة جدا تقول إنها ما كانتش في وعيها أو إنها كانت تحتسي شيء أو كانت في حالة غيبوبة نتيجة شرب شيء ما. اندهش المغردون من الموضوع جدا، فنشر أكاونت باسم لطيف عيد على تويتر بيقول هذه جنة. سائحة إنجليزية هجمت على بائع الدجاج بطنجة تريد إطلاق الدجاج من القفص. السؤال: هل بريطانيا مثلا تاركة الدجاج حال سبيلها مفلوتة؟ وكتب أكاونت تاني باسم هانيبال بيقول صدام الثقافات، سائحة إنجليزية نباتية تدافع عن الدجاج وحقهم أو حقهم في العيش بدلا من البيع والذبح في موقف كوميدي. شخصيا لا أعتقد أنها مجنونة بل تجسد التعالي الغربي، حيث يعتقد الغرب أنه من حقه أن يمارس الوصاية على الشرق لأنه أكثر تحضرا وأكثر ديمقراطية، فحين تعاليه هو مثال للهمجية الفكرية. كتب أيضا أكاونت باسم ندى مصطفى، سائحة إنجليزية بتتخانق مع تجار الطيور في أحد أسواق المغرب لأنهم حبسينهم في قفاص، بس يا عيني ما خدتش بالها إن حكامها قتلين وحبسين ملايين من البشر على مر القرون. عالم منافق. ندى مصطفى كمان أكاونت باسم علي تراس، هذا الحادث وقع في سوق قروي بضواحي طنجة، السيدة سائحة إنجليزية وقد اعتدت على بائع الدجاج وضربته في وجهه، وبعد اعتقالها من طرف رجال الأمن ثبت أنها سكرانة ولا تدري حتى ما تقول، وبائع الدجاج تنازل عن متابعتها بدعوى أنه لا وقت له لمثل هذه التصرفات. علي التراس. ده كان حدث في طياته الكثير، في خارجه وفي مجمله الكثير من الكوميديا. ناس رجعته لفكرة الفكر الاستعماري من قبل الغرب وأوروبا على البلدان العربية، ناس رجعته لحقوق الإنسان حق البائع، ناس رجعته لحقوق الحيوان المحبوس إذا كان بيصح فعلا التعامل مع الحيوانات حتى وإن كنا نذبحها ونأكلها، هل يصح هذا التعامل؟ ناس رجعتها إلى احتسائها الكحوليات، وكل يغني على ليلاه. من المملكة المغربية إلى جنوب الوطن العربي واليمن، الجمهورية اليمنية، اليمن السعيد، ونتمنى أن يحتفظ اليمن بشتاته ويبقى يمنا موحدا ويبقى يمنا سعيدا، أو يبقى يمن سعيد. هاشتاج كلنا إخواتك يا محمد، هاشتاج انتشر بشكل كبير جدا اليومين اللي فاتوا، وكل واحد اسمه محمد استغرب الترند ما عدا محمد أمين، الشاب اليمني اللي من مدينة تعز، وكان مفروض إن حفل زفاف محمد هيتعمل في العاصمة اليمنية صنعاء واللي ما عندهوش فيها قرايب أو صحاب كتير، عشان كده كتب على جروب فيسبوك باسم أياحين عرسك، كتب بوست دعوة عامة قال فيه: أنا عرسي نهاية الشهر بتاريخ 31/8، المكان قاعة النوران، الزمان 9:30، عرس محمد أمين الأغبري، واللي ما عنده بترول وعنده سيارة يتصل علي، رقمي بعبيله ربع دبة وهذا مقدوري، يعني اللي ما عندوش بنزين في عربيته يتصل بيه وهو هيحط له ربع التانك بنزين، هيملى له ربع التانك بنزين لأن ده مقدرته، حط نمرة تليفونه. وما عندي حد يزف معي في صنعاء، ما عندوش حد يزفه لأنه من تعز وأهله هنا قليلين، بتيجوا تزفوا معي وبيضوا وجهي أمام أهل العروسة أن معي أهل وعزوة
في صنعاء، تعالوا زفوني أنا والعروسة وارفعوا راسي وبيضوا وشي قدام أهل العروسة إن ليا أهل وأصدقاء في صنعاء. التفاعل من جانب أهل صنعاء كان حرفياً مبهر جداً، إنساني جداً، وبيبين معدن المواطن العربي بجد. التنسيق بين شباب وأهل صنعاء على تويتر كان منظم وجميل جداً وعلى أعلى المستويات، وبقى في نقاط تجمع كتيرة عشان الكل يبقوا مع بعض في نفس الوقت ومحدش يتأخر. وده بالظبط اللي كتبه علي السندار على الأكاونت بتاعه على تويتر. علي السندار قال: نقطة التجمع بتكون عند كافيه بيت المعرفة في شارع نواكشوط خلف مكتبة الجيل الجديد ابتداء من الساعة 8:00 مساء، وسيتم التحرك في الموعد المحدد للقاء. كمان أكاونت باسم محمد عبد الله كتب تويتة بتقول: مواقف الرجولة والأخوة في مشاركة الأفراح، الأخ محمد في صنعاء، هكذا أبناء اليمن في صنعاء من كافة المحافظات. الصدق كانت حاجة مشرفة، إن في رجال يفزعوا لشخص، يعني يقوموا يقفوا جنب شخص يساعدوه، يفزعوا لشخص ما يعرفوه، وزفة ضخمة، وتمت زفة محمد أمين بنجاح. ألف ألف مبروك والشكر والتقدير لرجال الفزعات، أهل اليمن، رجال المواقف، أهل اليمن السعيد. النتيجة كانت زي ما حضراتكم شايفين، إن أكتر من 250 عربية كانت مستنية محمد أمين عشان تزفه وهو رايح الفرح. الموضوع بقى فرح شعبي مبهج، وكلهم كانوا واقفين جنب محمد أمين من تعز وفرحه في صنعاء. نشوف فيديو الزفة. ألف مبروك محمد أمين من تعز وزفتك في صنعاء. الله يرحم إسراء غريب في فلسطين، ومنتظرين التحقيقات كما أشار السيد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه. أرجوكوا ابعتوا لنا
على البيج بتاعتنا بيج اونلاين وعلى بيج اكسترا نيوز، ابعتوا لنا وقولوا لنا ايه رايكم في موضوع جرائم الشرف. هل هناك ما يسمى بجرائم الشرف؟ وهل الاسره ليها الحق في انها تعاقب بناتها او اولادها على شيء هم شايفينه انه بياخد الشرف الاسره؟ واذا كان يحق ليهم معاقبتهم، هل يحق ليهم الضرب؟ واذا كان في رايكم يصح الضرب، هل يصح الضرب الذي يفضي الى الموت؟ رايكم ايه في جرائم الشرف؟ من المسؤول عنها؟ ردوا علينا وابعتوا لنا، واحنا متابعين معاكم بكل تاكيد قضيه اسراء واي قضيه على السوشيال ميديا بتهم المصريين خصوصا واشقائنا في الوطن العربي بشكل اعم واوسع. سعدت جدا جدا بعودتي مره تانية بعد الاجازه، وكانت معاكم حلقه النهارده اتمنى انها تكون حازت على اعجابكم، وعلى وعد اكون معاكم لحد الاجازه الجايه بقى، الله اعلم هي امتى، ربنا يدينا ويديكم طول العمر. خدت اجازه، مش متعود اخد اجازات كتير ولا اجازات طويله، ورجعت تاني مع حضراتكم في اونلاين كل يوم حد وكل يوم اربع من الساعه 4 للساعه 5، وكل الحاجات اللي حضراتكم بتتكلموا عنها على السوشيال ميديا مكانها هنا في اونلاين مكانكم. شكرا جزيلا، واشوفكم يوم الحد في حلقه جديده من اونلاين الساعه 4 العصر. الى اللقاء.